هو ايه اللي بيحصل بالظبط بين روسيا واوكرانيا، وهل دي مجرد حرب ما بين دولتين ولا دي حرب السيطره بين القوى العظمى في العالم؟ الحكايه بدات من زمان شويه لما كانت روسيا مسيطره على الاتحاد السوفيتي اللي كان قوه عظمى في العالم واللي كانت بتخاف منه وحست بخطره الدول الكبيره في العالم، فقرروا ان هم يعملوا حلف النيتو عشان يتصدى للاتحاد السوفيتي، والحلف ده ضم دول عملاقه زي فرنسا وانجلترا وامريكا وايطاليا، واصبح حلف النيتو قوه كبيره جدا في العالم. لكن بيمر الوقت وبينهار الاتحاد السوفيتي سنه 1991، وهنا بتبدا معاناه روسيا الحقيقيه. حلف النيتو نفوذه بتزيد يوم عن يوم، وكل يوم بتنضم دول جديده للحلف، وروسيا واقفه بتتفرج لا حول لها ولا قوه. الخطر عمال بيقرب على روسيا وهي واقفه في مكانها، لان ببساطه لو روسيا بعد كده اتحركت اي تحرك عسكري ضد اي دوله لازم هتعدي جوه دوله من دول حلف النيتو. طيب مين هي روسيا بقى اللي عامله كل القلق ده؟ روسيا هي اكبر دوله في العالم من حيث المساحه، مساحتها قد مصر 17 مره، مساحتها اكبر من الوطن العربي كله، الدوله رقم 1 في العالم في انتاج الغاز الطبيعي، ويكفيني اقول لك ان 25% من الغاز اللي بتستهلكه اوروبا جاي من روسيا، وده خليها طبعا دوله من الدول اللي ليهم كلمه في العالم. بس رغم كل ده ورغم مساحه روسيا الضخمه الا ان موقعها ضعيف. يعني مثلا روسيا ما عندهاش ميناء قويه لان موانيها متجمده معظم شهور السنه، وبكده فقدت سلاح قوي جدا هو السلاح البحري. عشان كده طبعا روسيا ما سكتتش وعملت معاهده ما بينها وما بين اوكرانيا في 1997 تاجر منها شبه جزيره القرم، وده بقى منفذ روسيا ناحيه البحر. لكن في 2014 حصلت احداث في اوكرانيا بدلت القصه كلها، مظاهرات كبيره ضد الرئيس الاوكراني فيكتور يانكوفيتش، اضطرته يسيب اوكرانيا ويهرب. فورا راحت روسيا احتلت شبه جزيره القرم، دي ما فيهاش هزار، مستقبل روسيا كله في شبه الجزيره دي. الموضوع بقى باظ اكتر بين روسيا واوكرانيا لما جت الحكومه الجديده الاوكرانيه واللي قررت انها تنضم ايوه لحلف النيتو. لا دي كده خابت بقى، مش كنا على الحلوه والمره متوعدين كده امريكا تقدر تخش اوكرانيا وتنشر قواعدها العسكريه بصفتها دوله في حلف النيتو، وده اللي لا يمكن تقبله روسيا ابدا. فروسيا راحت قلب عليهم الترابيزه وقررت تحتل اوكرانيا. عشان كده ظهر بوتين وهدد باستخدام السلاح النووي لو اي دوله من الدول الكبيره اتدخلت، واللي هيعدي الخط ده هيموت وهنقفل عليه حنفيه الغاز. طبعا الدول العظمى في العالم جابوا راجع شويه، يعني واقفين بيتفرجوا على اللي بيحصل في اوكرانيا، واوكرانيا بتدعك بتنادي عليهم مفيش، ودي نعمه من عند ربنا نحمد ربنا عليها، لان اي تحرك من اي دوله من الدول العظمى معناها حرب عالميه ثالثه، وفي واحد مستني اي حكايه تدور عشان يقلبها قلق. فالحمد لله ان الموضوع لحد دلوقتي حرب محسومه بين روسيا واوكرانيا. في النهايه الحرب بين روسيا واوكرانيا هي مجرد حرب صغيره في صراع الوجود وفرض السيطره بين الدول العظمى في العالم، واللي اوكرانيا طبعا مش واحده منهم. في وسط بقى كل المدعكه دي في واحد قاعد مستني لجاءات الاوكرانيات يجوا مصر عشان نتجوزهم. هم حلوين بس دي حرب، الناس بتموت. نراعي المشاعر ونراعي ان انا طالع عيني في الفيديو، ونعمل لايك وكومنت وشير.